نروح دلوقتي بقى لفقرة هدف الأسبوع. ما شاء الله عندنا هدف حلو، الهدف الحلو مع فريق 2005 2005 اللي بيقوده الكابتن أحمد سمير مدير فني والكابتن معتز إينو مساعد. فريق 2005 ماشي في الدوري ما شاء الله بيتصدر المجموعة بتاعته، العلامة الكاملة الفوز في كل المباريات، يأتي بعديه المقاولين وطلاع الجيش. كان عنده مباراة مع طلاع الجيش مهمة جدا، يعني مباراة بست نقاط الوصيف بتاع المجموعة. النهاردة النادي الأهلي فاز 2-0 على طلاع الجيش، وهنشوف الهدف دلوقتي للاعب يوسف عفيفي. ما شاء الله هدف من الأهداف الحلوة، كرة جت ناحية الشمال للاعب طارق فوزي اللي عملها عرضية، جت للاعب سيف الطيب. سيف الطيب ما شاء الله من اللاعبين أيضا المميزين في فريق 2005، بيتميز بالقوة البنيانية القوية. اللاعب سيف الطيب استلم الكرة، حجز على كرته، هنا طبعا الكروس كروس حلو، هنا الكرة هو ظهره للجول، استلم حجز على كرته، رفع عينه شاف اللي جاي من تحت يوسف عفيفي. وافتكروا معايا الاسم ده، يوسف عفيفي من اللاعبين ان شاء الله اللي هننتظرها في الفريق الاول مستقبلا. اللاعب يوسف عفيفي هنا ما ترددش، حاطط وش رجله صدره راكب الكرة، الكرة حلو، هدف من الاهداف الحلوه. الجول طبعا صعب جدا على اي حارس مرمى، انه ايه هنا في الكرة صعبه جدا على حارس المرمى، حتى هو ما شافهاش ان قدامه زحمه، قدامه لاعبين كتير، فصعبه وراحه طبعا في حته صعبه جدا. وطبعا من اهم الاسلحه دلوقتي الاسلحه الهجوميه هي عمليه التسديد. عمليه التسديد عمليه مهمه جدا، وكمان شفنا كمان الفريق الاول ريني فايلر في مباراه الاسماعيلي وقبلها مباراه حرس الحدود، عمرو السليه فك التكتلات بتسديده. وايضا شفنا لعيبه الفريق الاول بالنادي الاهلي المباراه السابقه اللي امام الاسماعيلي كان في تكليفات كتيره بعمليه التسديد، فالنهارده عمليه التسديد ايضا مهمه جدا في قطاعات الناشئين.